ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور هنتكلم النهارده على نصايح مهمه كتير تخص شهر يوليو لعام 2022. مبدئيا احنا اتكلمنا في التوقعات واتكلمنا على تاثير حركه الكواكب ووضحنا التاثيرات اللي هتكون مهمه بالنسبه لنا والاوقات المهمه بالنسبه لنا والاوقات اللي لا. طيب دلوقتي خلينا نتكلم على النصايح ونوضح كمان الايام اللي هتكون غير مناسبه لبعض الامور. برج السور، اول حاجه احنا لازم ناخد بالنا كتير من التسرع. انا هدخل في الموضوع على طول لان سبق واتكلمنا على تاثير الكواكب والانتقالات وايامها ايه بالظبط والدنيا دي، فندخل على النصايح على طول لان ده اللي يهمني كتير ان انا اوضحه لكم كشكل نقاط. اول حاجه فكره التسرع، لان هيكون على قد ما عندك طاقه حلوه جدا وعندك كتير اراده وعندك كتير اصرار وي وي وي، لكن عندك كمان فكره التسرع. التسرع في ان انت عايز تصل للامر بشكل سريع، عايز تصل لموضوع معين بشكل سريع، عايز تصل الى نجاح معين بشكل سريع. فكره التسرع، فكره ان انت حتى كمان سواقتك في الطريق هتبقى متسرعه، رايح مشوار هتبقى متسرع، حتى ان انت تبقى هقول لكم، عارف لما تبقى بتتكلم مع شخص بيتهته شويه، يعني مثلا اللي هو بيتكلم كلامه بسيط، عارفين اللي هو انت هتبقى عندك لا ما تنجز في الكلام، عايز اعرف ايه الخلاصه، ما تقعدش تحكي لي، خش في الموضوع، انت يبقى عندك ده. الفكره كلها ان مبدا او فكره التسرع خلال الشهر ده هتخلينا ان احنا نخسر بعض العلاقات او الاشخاص، هتخلينا ان احنا نكون متاثرين سلبيا مش ايجابيا. يعني انت بالنسبه لك يا برج السور او بالنسبه لك ان هيكون عندنا اراده وي وي وي، فده ممكن يعني يعطلك التسرع، يعطلك انك انت تضع بعض العراقيل وانت مش دريان، او التسرع ممكن يخليك تقوم بعمل خاطئ بمعنى اصح. فلازم تخلي بالك كويس قوي من فكره التسرع، قولا فعل تصرف، ان انت ما تبقاش صابر على حد انه يتكلم او يقول او ياخد فعل او قرار. فكره التسرع ايا كانت ايه هي، هي مبدا خاطئ كتير. ده تاثير المريخ المتواجد عندك ده هيكون يعني ضاغط عليك نوعا ما، هتحس شويه ان انت متاثر. على قد ما المريخ موجود عندك بيديلك كتير من الامور الجيده، الا ان بيديلك برضو جزئيه التسرع، وده نقطه مش الطف حاجه، فلازم ان انت تكون حذر انت فيها، انت اللي تتحكم بنفسك. النقطه رقم اتنين، وان برج السور عايز اقول لكم ان انتم من اكتر الابراج المنظوره والمحسوده. لازم نخلي بالنا كويس قوي قوي على النجاحات الخاصه بينا، على الايجابيات، على ان احنا ما نبقاش بارزين حياتنا بشكل متكامل. بالفعل يا برج السور هيكون عندنا بعض الايجابيات المميزه جدا جدا، عندنا حصول على مكاسب وانطلاقه جيده جدا، لكن الفكره كلها ان في اعين كتير علينا. تعرضنا الاعين دي لامور سلبيه في حياتنا، يعني ممكن يحصل لنا وقف حال، ممكن يحصل كتير من العقبات اللي تيجي قدامنا. العين بالنسبه لنا علينا هتبقى شكلها مش حلو خالص، هيبقى بتصدر لنا، في اشخاص تصدر لنا طاقه سلبيه بسبب العين والحسد. النقطه الثانيه ان احنا هيبقى عندنا اشخاص حقودين كتير، هيبقى عندنا اشخاص حقودين على علاقتك العاطفيه، على شكلك، على مظهرك، على نجاح بتحرزه جدا خلال الفتره دي، سواء نجاح ليه علاقه او متعلق بامر دراسي او متعلق بامر مهني كعلو شان كمركز زياده. فده لازم نخلي بالنا كتير منه، ونخلي بالنا من الاشخاص الحقودين بمعنى اصح، نخلي بالنا من الاشخاص اللي بيتدخلوا فيما لا يعنيهم. برج السور كمان احنا لازم نكون حذرين قوي في الفتره اللي هي المتعلقه باخر 10 ايام من الشهر من الخلافات العائليه. شوفوا بقى احنا عندنا اول 21 يوم في تصالحات عائليه، في ود، في تقارب، في اجواء لطيفه جدا جدا. بس الفكرة كلها ان اخر 10 ايام هيكون في امر يهدد بان يحصل في انفصال اخر، في مشكلة، في حاجة قديمة بتتعاد، في مواضيع ليها علاقة بجدل، مناقشات حادة، امور سلبية. خلي بالكم كتير من الاشخاص المتدخلة في شؤونكم العائلية اللي ممكن تبوظ علاقات عائلية، يعني ما بينك انت والاخوات، ما بينك الاب والام، الحاجات دي لازم نكون حذرين كتير فيها، لان بالفعل هيكون في بعض الاختلافات العائلية او اختلافات مع عائلة الحبيب، او اختلاف عاطفي عائلي عامة. فلازم نكون حذرين جدا جدا من الخلافات العائلية والعائلية عاطفية خلال العشر ايام الاخيرة من الشهر ده، بسبب وجود كوكب سواء اولا وجود الشمس ببرج الاسد اللي هو المنزل الرابع بالنسبة لك، منزل الاستقرار، وده هيبقى حاجة بتهدد استقرارك نوعا ما.
النقطه الثانيه ان هيبقى عندك مفيش دبلوماسيه خلال اخر 10 ايام. يعني اول 21 يوم انت دبلوماسيه عاليه كتير، لكن اقدر اقول ان انت من يوم 22 بتبدا بالنسبه لك الدبلوماسيه بتقل. هو من يوم 19 هتحس ان انت صلب في الرد قوي، عنيف في الرد اكتر، مش زي اول اللي هو اول 19 يوم. انت من بعد يوم 19 هتحس ان الدنيا بتتغير، من يوم 21 التغير بيبقى واضح جدا جدا جدا، فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي من النقطة دي. النقطة الثانية التعاملات المالية. التعاملات المالية برضو بعد يوم او من يوم 19 لازم اخلي بالي كويس قوي. التعاملات المالية، فكرة المجازفة المالية، فكرة ان انا اراهن بمال او ان انا ادخل في مشروع بقلب جامد وادفع فيه كل ما املك. خلي بالكم كتير المجازفة المالية قبل يوم 18، من اول 18 يوم حلوة كتير، من يوم 19 اخلي بالي. من يوم 19 هخلي بالي كويس قوي، لان هيكون كوكب عطارد موجود ببرج الاسد، وده هيبقى بيأثر على برج السور بقدر كتير صعب. يعني انت ممكن تدخل مجازفة مالية نظرا لان انت تحس ان هو ده الحلم، هو ده اللي هيوصلني، هو ده اللي كذا، هو ده اللي هكسب منه، وتحصل فيه خسارة. النقطة التانية خلي بالك كتير من التعاملات المالية اللي فيها اي تلاعب. يعني ما بلاش ان انا ادخل اطار مالي فيه تلاعب، او ان انا ممكن اكون داخل شراكه ماليه مع حد فيها تلاعب، او حتى كمان الشراكات المهنيه. يعني شراكه مهنيه او شراكه ماليه ايا كان، الفكره كلها ان ممكن يحصل عندنا تلاعب. انت ما بلاش تدخل تلاعب، او سواء كان في طرف اخر يزق علينا ان احنا ندخل باطار تلاعب او مشكله مثلا او حاجه تؤدي الى مشاكل بعد كده. لازم نكون حذرين جدا، ونكون حذرين على اوراقنا، ممتلكاتنا، على احنا ماشيين ازاي بخطواتنا المهنيه، بسبب ان احنا ما نقعش تحت تلاعب شخص ما. يعني نخلي بالنا كويس قوي ان احنا نفسنا ما نبقاش تحت رحمة حد، يعني او ان احنا حد ممكن ان هو يتصرف ضدنا او يمسك حاجة ضدنا بمعنى اصح. فلازم اخلي بالي عشان ما اعرضش نفسي لاي مساءلات، لاي امور تجيب لي مشاكل في الاخر. فاذا الامر مقصور على الوضع المهني والمالي جدا. النقطة اللي بعد كده برضو الوضع العاطفي، انت هيبقى بالنسبة لك في مصاريف كتير تخص امور عاطفية، ممكن تخص مواليد، تخص اولاد، تخص بدايات زواج، ففي مصاريف كتير طالعة. حاولوا كتير ان انت والشريك تكونوا حاسبين اموركم المالية عشان ما ينقعش باي تعثر مالي بعد كده. واي حاجة متعلقة ما بينك انت والحبيب او انت والشريك، ما بلاش ان انا اطلعها كاسرار خارجية، حتى لو ان انا اطلعها للخارج دي، لو حتى هما كانوا الاهل بالنسبة لنا. يعني حتى فكرة الاهل بالنسبة لنا مش مهم ان هم يعرفوا حاجة ما بينك انت والحبيب الخاص بيك. خلي بالكم كتير، مش هقول لكم عشان امور ممكن يبقى فيها كره، لا 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 لا، ممكن يكون الاهل حابينكم بزياده فيحصل فيه غيره متزايده. فلازم ناخد بالنا كويس قوي يا برج السور من نقطه زي كده جدا. انا فعليا مش عايزه اطول عليكم، بس دول من اهم واقوى النصايح، خاصه كمان الوضع الصحي اخر 10 ايام لازم ناخد بالنا. احنا نبقى نتكلم على نصايح كمان خلال التوقعات الاسبوعيه، واوضح لكم امور تخص الاسبوع زي ما احنا متعودين على ان احنا بنتكلم على الايام الافضل والايام اللي مش افضل. انا بتمنى فعليا ليكم كل الخير، وبتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم من كل كلمه كنصيحه احنا قلناها، لان حقيقي فكره التحذير المتواجد في كل نقطه اتكلمت فيها نسبتها عاليه قوي قوي قوي. انا بشكركم كتير، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.